نسب الاستماع في الديوان اكثر من اي فم؟ بعيده برشا، بعيده بعيده بعيده. انا انسان واقعي وما متلاحظين ما نحبوش. المفروض واحد يحشم. يحشم بيان سور. العمل هذا وقت اللي يبدا زميلك ممثل عنده برنامج نتاعو وتعرف اللي هو نتاعو ومسجل في الدروا دوتور. انا اول ما عرفت سامي نمشيو ديما باش نضحك عليه، ديما باش نضحك عليه. قال لي ماش تغني معاذ غايب، ماهوش في اللجنه، مش في اللجنه، هي اللجنه كامله. يعني توا معاذ يقدم في روحه رئيس لجنه، اخي باش يكون رئيس على جميله ولا على ليانا ولا على زيد؟ تحب الكوميديا برشا، تحبك هي ما تحبكش. عندهم كوميديا، سامحني نحن عندنا كوميديا، انت عندنا مهزله مش كوميديا. نواتك باش تطلع على كارتاج، كان مع لطيفه ولا مع غيرها؟ كان معنا وحدنا ولا مع لطيفه؟ ولا المهم باش نحاول اتوبخيلي انت ما تقعدش في قلبك. نهار ليفينمون ما بلغني وصل ل 11:40 تاع الليل، ليفينمون تاع 9. اوكي جاب لي تروفي، هو عنده ليستا ومعاذ عنده ليستا. هو الفن ملك مشاع للجميع. 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 بوها على اخوه. بوها على اخوه. هاك. يعني اذا كانت دخلت انت حديثا للساحه الصحفيه ما تنجمش تكون كرونيكور، ما تنجمش تكتب كرونيك. خليني نبدا بشوي بشوي. اليوم يكتبوا لهم. لا. ماكش مواكب العصر. شوية بشوية بشوية. يكتبوا لهم. اسمعني. قدموا هم بيا قضية، أنا اللي ربحت القضية. وليدنا كلهم مشاريع نجوم. ثلاثة ثلاثة ما ترجعش في كلام. أي ثلاثة ذوما فقط. ثلاثة ذوما فقط. باقي الكل حتى واحد ما يستحق صفة كرونيكور. عن بكرة أبيه. أجرني إلى العرش أنت مجيري، وأيقظ إلهي غفلتي ورميري. والوطنية سنين راقدة بالنوم. هاي ثوابي شنو كانت تقول لك؟ قلقل حبيبي قلقل حبيبي قلقل. الصغار كي يبداو مع بعضهم تكون الحكاية أسهل من يكون واحد واحد. معناها نفسيا يكونوا الصغار كده ميساج أنا مع بعضنا. ما كي واحد بركة باش يطلع وحده راهي حاجة مش سهلة جملة. ما لقيتش أرحم من قلبك، ما لقيتش أرحم